وفي مسابقة أفاق جديدة بالدورة الخامسة لمهرجان أبو ظبي السينمائي الدولي، فاز المخرج عمرو سلامة بجائزة أفضل مخرج عن فيلم أسماء، مناصفة مع المخرج المغربي إسماعيل فروخي. كما فاز الفنان ماجد الكدواني بجائزة أفضل ممثل عن دوره بنفس الفيلم اللي شهد إقبالا كبيرا وحفاوة شديدة من كل الحاضرين بالمهرجان. عندي إيدز. أنا ممكن أعمل حلقة مخصوص نلم لهم تبرعات ونبني لهم مقابر على النيل، حاجة حلوة كده تشرح القلب.